مشاهدينا حلقة جديدة وحدث جديد عنوانه المشهد اليمني، حيث لوح المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين بعدم الموافقة على تمديد الهدنة الأممية في اليمن والتي تنتهي في آب أغسطس المقبل، معللا ذلك بأن الهدنة كانت تجربة صادمة ومخيبة للأمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل، معربا في الوقت نفسه عن استهجانه للحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة الأممية. إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي السبت في جدة تمديد الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة لتخفيف معاناة اليمنيين، داعيا الحوثيين إلى الوفاء بتعهداتهم حول فتح الطرقات في تعز بموجب اتفاق الهدنة. ومن هنا نتساءل، ما المسببات التي دفعت الحوثيين لرفض تمديد الهدنة الأممية في اليمن؟ كيف ستتعامل الأمم المتحدة والحكومة اليمنية مع التحول الحوثي الجديد؟ وما السيناريوهات المحتملة في حال عدم التوصل لتفاهمات بين طرفي الصراع؟ تلويح بفرض تمديد الهدنة الأممية في البلاد والتي تنتهي في الثاني من آب أغسطس المقبل بحسب إعلان المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في العاصمة صنعاء. المجلس وفي بيان وصف الهدنة بأنها تجربة صادمة ومخيبة للأمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل، معربا عن استهجانه للحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة الأممية. كما عبر بيان الحوثيين عن رفضه لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة حول الأوضاع في اليمن، لا سيما تفاهمات وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة. وفي السياق دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الحوثيين إلى الوفاء بتعهداتهم حول فتح الطرقات في تعز بموجب اتفاق الهدنة. بلينكين وفي تغريدة على تويتر أوضح أنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي السبت في جدة تمديد الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة لتخفيف معاناة اليمنيين. يذكر أن ملف فتح الطرقات والمعابر في محافظة تعز وبقية المحافظات اليمنية لا يزال من أصعب الملفات التي لم يتم حلها بين الحوثيين والحكومة رغم الجهود الأممية في ذلك. نناقش ونحلل تفاصيل الحدث مع ضيوفي من عمان، الدكتور عادل الأشرم بن عمار محلل سياسي، وأيضا ضيفي من الرياض السيد مانع المطري محلل سياسي. ضيوفي أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج وقفة مع الحدث، وشكرا على قبول الدعوة. بداية دكتور عادل، إذن يعني تلويح حوثي برفض تمديد الهدنة الأممية في البلاد والتي من المفترض يعني أن تنتهي في الثاني من آب أغسطس المقبل، المسببات في البداية والخلفيات التي دفعت اليوم والمعطيات حتى الحوثيين لاتخاذ هذا قرار هكذا قرار حتى والتلويح به؟ حياكم الله وتحية للضيف الكريم. يعني أعتقد أن الأمر واضح أن له ارتباط ببيان جدة، القمة قمة الأمن والتنمية التي عقدت في جدة في المملكة العربية السعودية والتي حضرها الجانب الأمريكي ودول عربية معنية. مخرجات هذه القمة هي التي دفعت الحوثي لكي يقول هذا الكلام أو لكي يقرر إنهاء مثل ما يسميها الهدنة. بلا أدنى شك الحوثي أدرك على أنه ضمن الملفات والقضايا الساخنة التي شغلت بال الدول وشغلت بال الجميع فيما يتعلق في ارتباطها بإيران. كلنا علم ويعلم وقبل هذا الوقت لديه علم بما تفعل إيران من خلال الأجندة والأذرع الميليشياوية التي زرعتها في أكثر من بلاد عربية. الخطر الإيراني وما يترتب على هذه الميليشيات من ارتباطات متعلقة بتجارة المخدرات، متعلقة بخلق البؤر بالخلايا في دول عربية معنية، في ضرب الأمن الداخلي لدول عربية مستقرة، في استهداف البلاد العربية، في السعي
الحصول على السلاح النووي كعامل دافع لهذا التوجه، كله يصب في هذا الاتجاه المتعلق بهذه الأذرع التي الحوثي جزءا لا يتجزأ منها. وبالتالي جاءت هذه ردة الفعل من قبل الحوثي بعد أن صدر البيان. لماذا؟ لأن الحوثي أدرك على أن الحل في اليمن كان في صلب اهتمام تفكير القادة الذين حضروا هذه القمة، وبالتالي التفعيل المتعلق بالحل السياسي اليمني يجب أن يمضي قدما في الوصول إلى حل حقيقي ينهي حالة الانقلاب الميليشياوية التي تعيشها اليمن، وإنهاء قاعدة الارتكاز المتقدمة التي خلقتها إيران لضرب البلاد العربية وضرب حتى العمق الأفريقي المتعلق أيضا في عرب شمال أفريقيا. هذا التوجه الجديد ضمن رؤية مشتركة تتجاوز البعد المحلي المتعلق بدول التحالف العربي، والتي لعبت دورا أساسيا في عزل هذه الميليشيا وتطويقها طوال كل تلك السنوات باسم كل البلاد العربية وكل البلاد الإسلامية لمواجهة هذا التحدي الخطير، أدرك الحوثي وأدركت إيران من خلف التي حركتها لكي يقول هذا الكلام. إيران لا تستطيع فعل أي شيء في البلاد العربية إلا من خلال أدواتها، والحوثي جزءا لا يتجزأ من هذه الأدوات. وهذا القرار الذي أعلن عنه الحوثي هو قرار إيراني بامتياز، لأن الحوثي يدرك في النهاية أن لا مكان له في وسط اليمنيين، لأنه يمثل حالة انقلاب وحالة أجندة أجنبية مفروضة في البلاد العربية، ولا يمكن للدول العربية يعني كل النقاط التي تفضلت بها أريد التركيز على النقطة دكتور عادل، وهي يعني إيران تحديدا وقمة جدة التي يعني كان الحديث وبيان الختامي لم يتم التطرق فعليا داخل الاجتماع أو هذه القمة عن إيران وما إلى ذلك، فقط كانت هناك محادثات أو لنقل حديث عن يعني من الممكن أن يكون نوع من الدبلوماسية والتواصل مع إيران بشكل أو بآخر بعيد عن الجانب العسكري، يعني وهو ما يدفعنا للتساؤل سبب يعني إن كان فعلا إيران وراء هذا التغير وهذا التحول من جانب الحوثيين. هذا السؤال لكم سيد مانا، يعني هل بالفعل ما خرج من قمة جدة كان له الأساس والسبب خلف هذه الخطوة وهذا القرار وهذا التوجه من جانب الحوثيين وحتى من خلفهم إيران؟ لا أعتقد أن الموقف الحوثي جاء كرد فعل على بيان قمة جدة للسلم والتنمية. أعتقد أن هذا الموقف كان مبيتا من قبل، بعد أن استنزفت الهدنة ما يتعلق بحساب المصالح بالنسبة للحوثيين. الحوثيون قبلوا بالهدنة ليس من أجل تخفيف الجانب الإنساني لليمنيين، بدليل عدم فتحهم طريق تعز وإبقائهم لخمسة مليون نسمة محاصرين داخل المدينة رغم وجود الهدنة واستمرار تحشيدهم للمقاتلين إلى خطوط التماس، بما يؤكد أن الميليشيات الحوثية لم تأخذ هذه الهدنة إلا بحساب المصالح التي ستحققها من وراها. إذن هو نوعا ما هدوء ما قبل العاصفة سيد مانع، يعني ما الذي من الممكن أن نشهده؟ عودة للتصعيد مثلا بين الطرفين؟ كنت أريد أن أضيف معلومة أن الميليشيات الحوثية خلال فترة الهدنة حصلت على تمويلات مالية كبيرة من خلال المشتقات النفطية التي توفرها لها إيران، ويتم تدويرها في السوق لكي تباع للمواطن. هذه التمويلات بالتأكيد هي ما تحتاج إليه الميليشيات الحوثية في المرحلة الحالية لشن جولة جديدة من الحرب ضد اليمنيين. أنا أعتقد أن المرحلة القادمة للأسف الشديد ستكون مرحلة تصعيد. صحيح أن الحكومة اليمنية لا تريد الحرب ولا تريد التصعيد وتريد التمسك بالهدنة، لكن ليس أمامها خيار إلا أن تكون مستعدة لمواجهة هذا التصعيد الذي ستقوم به الميليشيات الحوثية بإعاز من إيران، بعد أن اتضح لإيران أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك منطقة الشرق الأوسط كما كانت تتوقع، وبالتالي سيكون هناك تصعيد إيراني لمحاولة فرض إيران لنفسها داخل المنطقة وإيجاد مكان في شبه الجزيرة العربية.
تماما، يعني الحكومة واستعداداتها نوعا ما لما بعد الهدنة، وإن كان هناك بالفعل تصعيد سأعود إليها معكم سيد مانع بعد قليل. دكتور عادل، بالتالي يعني المجلس السياسي عندما اتخذ هذا القرار لنقل قال ووصف بأن الهدنة كانت تجربة صادمة ومخيبة للأمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل، يعني على ماذا استند برأيكم إن كان بالفعل هو ما حصل ودفعها لاتخاذ هذه أو هذه الخطوة من جانبها لنقل، أو كان من جانب إيران حتى التي يعني أعطت هذه الأوامر؟ السؤال هنا يعني يكون على الشكل التالي، هو ما الذي أنجز فعليا خلال الهدنة التي مددت لمرتين؟ أقول لك بأمانة أن الدول العربية التي ساندت الهدنة والتي هي تساند الشرعية اليمنية مدركة مآلات الأمور بشكل كامل، ولكن الطرفية المعقدة في حالة المعادلة اليمنية هي التي تركت أثرا هاما في المضي قدما في تجديد أو في القبول في المرة الأولى بالهدنة ومن ثم تجديدها. الطرفية المتعلقة في هذه المعادلة تدخل أمريكا فيها بشكل أساسي، والغرب، الغرب هو كلما ضيق الخناق على الحوثي والميليشيا الانقلابية كلما تحرك الغرب من خلال منطلقات أممية، من خلال منطلقات إنسانية، من خلال منطلقات تأثيرية في منع سقوط الحوثي وانتهائه. الأمر الذي ترك أثرا هاما في أن تجد الدول العربية مخرجا متوازنا للتعامل مع هذه السياسة المتقلبة من قبل الغرب. ولكن الغرب في الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية أرسل مؤشرات، وكان على رأس الولايات المتحدة، لأن هناك أوراق كثيرة للعالم العربي تأثيرا باتجاه الغرب، وهو ما جعل بايدن يأتي إلى المنطقة بشخصه، وبالتالي البحث عن إيجاد حلول وعودة العلاقات مع العالم العربي، العلاقات التاريخية ولو بنسبة لا تصل إلى المدى الذي كان معمول فيه في السابق. الأمر الذي ترك أثرا أيضا على المعادلة التي ذكرتها لك، وبالتالي انسحب هذا المجال الذي كان يغطي على الحوثي واستفاد منها الحوثي بسلاح ذو حدين، فأدرك الحوثي أن هذا الأمر وهذا المجال بات مكشوفا ولم يعد ينفع أن يلعب عليه، لذلك تحرك من خلال المركزية الإيرانية لكي يقوم بمحاولات العودة إلى ما سبق ضمن المعالجات التي يراها من خلال الدعم المستميت لإيران. إذن نحن أمام الخندق الثاني، وهو خندق الشرعية التي ينبغي أن تكون من حالة واحدة من التوحد وحالة واحدة من تفعيل الجبهات بما يسمح في تضييق الخناق على هذه الميليشيا، خاصة وأن الاتجاه الغربي المساند لها خلف الكواليس وبصورة غير مباشرة بدأ الآن يتملص منها، أو ربما مضطر أن يبيع هذه الخاصية لقاء الأوراق. طيب، هذا التملص يعني ألم يأتي بعد عدة تنازلات يعني قدمتها الحكومة نوعا ما قبل تمديد الهدنة للمرة الثانية؟ يعني كانت هناك اقتراحات من جانب الأمم المتحدة، واتجهت المبعوث الأممي اتجه للحوثيين لمناقشتها، وفي النهاية حسب الأنباء التي خرجت في ذلك الوقت قبل أسبوع يمكن أو أسبوعين، يعني تبنى المبعوث الأممي اقتراحات الحوثيين وتم تمديد الهدنة بدون تطرق حتى وتخطي يعني موضوع والملف الأهم والأبرز، وهو فتح الطرق، طرق مدينة تعز. الكل يعلم أن هذه الهدنة ما هي إلا محاولة خلق تفاهمات خارج نطاق البنية العملياتية الموجودة على الأرض. وأن هل تقصدون هذا أيضا الأمم المتحدة لديها يد لنقل نوعا ما في ذلك؟ نعم، المتحدة تدفع في محاولة إيجاد الطرق التي تخلص هذه الميليشيا من النهاية الحتمية التي ينبغي أن تكون في آخر المطاف، تريد أن تعالج الأمور ضمن أبعاد سياسية تفاهمية تفاوضية، ولكن هذه الأبعاد السياسية غير متوفرة ضمن البيئة اليمنية من خلال المعادلة الموجودة على الأرض. طيب، لنرى رأي السيد مانع في هذه النقطة ومحاولات المحاولات الأممية لنقل نوعا ما كما تفضلتم بأن تخلص الحوثيين من النهاية الحتمية، ما رأيكم سيد مانع؟ هل بالفعل هناك تحرك أممي بهذا الاتجاه، ولماذا من الممكن أن تتخذ هكذا مسار؟ للأسف الشديد سجل الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية اليمنية سجل غير نزيه. رأينا في الفترة الماضية عندما
كانت القوات الحكومية على وشك دخول مدينة الحديدة وتحليلها من قبضة الميليشيات لضمان عدم استمرار تدفق شحنات الأسلحة للميليشيات الحوثية. قامت الأمم المتحدة أقامت الدنيا ولم تقعدها حتى توقف الهجوم والتزمت الحكومة اليمنية بمسار المشاورات وذهبت إلى ستوكهولم ووقعت هناك على اتفاق كان هذا الاتفاق ناقصا وغير مجدي ولم تلتزم به الميليشيات الحوثية مما أدى إلى استمرار تدفق شحنات الأسلحة للميليشيات الحوثية واستمرار تدفق الدعم الإيراني لها وهذا أدى إلى استمرار مفاعيل الحرب. مرة أخرى عندما قرر الحوثي مهاجمة مدينة مارب استمرت الأمم المتحدة في حالة صمت خلال عام كامل من الهجوم على مدينة مارب وخسائر كبيرة خسرت الميليشيات الحوثية وخسرها اليمنيون أيضا تقدر بعشرات الآلاف من القتلى خلال عام كامل من الهجوم على مدينة مارب. وعندما اندحر هذا الهجوم تحركت الأمم المتحدة من أجل أن يكون هناك وقف لإطلاق نار وأن يكون هناك هدنة، بينما عندما كانت الصواريخ تمطر المخيمات النازحين لم نكن نسمع حتى إدانة واحدة من الأمم المتحدة. وهذا الأمر يجعلنا نضع علامات استفهام حول الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في المسار السياسي، إضافة إلى الدور المشبوه فيما يتعلق بالعمل الإنساني. محاولة تحويل القضية اليمنية إلى قضية إنسانية بعيدا عن جذرها الحقيقي الذي هو انقلاب عسكري وقضية سياسية حقيقية هي مغالطة حقيقية من الأمم المتحدة، بدليل أن 79% من النازحين وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة هم متواجدون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في مقابل 21% موجودين في المناطق التي تسيطر على الميليشيات الحوثية. ومع ذلك كل الدعم الإنساني الذي يخصص لليمن لمعالجة قضايا النزوح يذهب منه أكثر من 80% للمناطق التي تسيطر على الميليشيات الحوثية، بينما الكثافة الكبيرة في النازحين لا تلقون أي مساعدة من الأمم المتحدة في مختلف المخيمات المتواجدة في محافظات الجمهورية. تماما دكتور عادل، بالتالي بالعودة والحديث عن إيران اليوم، يعني إن كانت تحاول كما نرى وكما نشهده من التحركات والقرارات الحوثية باستمرار يعني هذه الأزمة في اليمن بشكل أو بآخر، فبالتالي ما الذي تريده فعليا القيام به إيران من خلال يعني الدفع وجعل الأوضاع اليمنية كما هي دون الوصول إلى حل، كون كان هناك تعويل نوعا ما على هذه الهدنة التي مددت مرتين بأنها من الممكن يعني أن تصل لحلحلة هذه الأزمة بشكل أو بآخر، فعليا هل ترون أيضا بأن المشهد الحالي هو كما تريده إيران وأن الجهات الخارجية بشكل غير مباشر تعمل على إبقاء هذا المشهد كما هو وعلى مقاس إيران فعليا؟ يعني بلا أدنى شك أن إيران لديها مشروع وأساس مشروع إيران يعتمد على تلك الميليشيات التي زرعتها في أكثر من بلد عربي. نسبة النجاح الذي تحقق بصورة المباشرة هو مقتصر على هذه الدول التي لها تواجد فيها. في اليمن لم يكتمل نجاح هذا المشروع ضمن البعد التي أرادت إيران بالسيطرة على كل البلاد اليمنية وارتهانها ارتهانا مباشرا على النموذج العراقي والسوري وربما اللبناني بعض الشيء. لذلك إيران تحاول بشتى السبل والوسائل أن لا تموت هذه الجهات أو هذه الخلية التي زرعتها أو هذه النبتة التي غرستها في البيئة العربية لا تموت إطلاقا، بل لابد من سقيها على مرار الوقت والبحث عن أي فرصة. الكل يعلم أن إيران تعول على النفس الطويل، ولدينا تجربة معها في العراق عندما انتظرت سنين طويلة حتى جاءتها الفرصة على طبق من ذهب. لذلك تعول على وجود هذه الميليشيا الانقلابية كحالة واقع تفرضها من خلال تلك الأجندة لكي تستخدمها ما أن تحين لها الفرصة. وهنا الخطورة، إيران تلعب على أوتار بعيدة المدى. لذلك هذه التوجهات التي تمثل الأجنحة الإيرانية هي أساس نجاح إيران في المنطقة. إيران لا تمتلك قوة مباشرة على الأرض تهاجم في البلاد العربية بقدر ما تمتلك هذه الخواص ذات المسميات المحلية لكي تستخدمها جسر عبور في تحقيق معاربها. هذا هو الخطر. طيب سيد مانا، إذن بالعودة إلى نقطة الاستعدادات من جانب الحكومة لنقل أو المجلس الرئاسي تحديدا،
كون أنه قال بفترة يعني عند تشكيله بأنه إن لم تمشي الأمور بالجانب الدبلوماسي والتوجه لحل قد يكون الحل النهائي من جانبهم هو الحل العسكري. يعني هل بالفعل ستكون الاستعدادات على هذا الطريق وهذا المسار قد يكون العسكري، أم ستكون هناك محاولات من جانبها مرة أخرى بالعمل على الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات مع الحوثيين؟ نعم، كان أحد أهم المخرجات أو مخرجات المشاورات اليمنية التي عقدت في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي ونتج عنها تشكيل المجلس القيادة الرئاسي، كان أحد أهم هذه المخرجات هو إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتوحيد ودمج الوحدات العسكرية المتعددة تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية ووزارة الداخلية. وأعتقد أن هذا الأمر قد قطع فيه شوط كبير إلى حد ما، وتم تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة، ورأينا أن كان هناك وحدات عسكرية لا يمكن لوزير الدفاع أن يلتقي بها أو أن يزورها أو أن يطلع على جاهزيتها في فترات ماضية، والآن نرى وزير الدفاع يتحرك ويزور كل الوحدات العسكرية دون استثناء، سواء كانت العمالقة أو الأحزمة الأمنية التي كانت فيما مضى تتبع المجلس الانتقالي وحاليا تتبع وزارة الدفاع، وأيضا قوات حراس الجمهورية التي أسسها العميد طارق صالح عضو المجلس الرئاسي وأصبحت الآن تابعة لوزارة الدفاع. هذه إعادة التموضع لهذه القوات بشكل جديد واستلامها توجيهاتها وقراراتها من قبل وزارة الدفاع هو ما يؤكد الجاهزية الحقيقية للتصدي لأي طيب الجاهزية الحقيقية للتصدي سيد مانع الهدنة. كانت في فترة قبل عدة أشهر، عذرا على المقاطعة، يعني قبل عدة أشهر شهدنا تقدم كبير لقوات العمالقة من جانبها القوات الأخرى وحتى بمساندة يعني التحالف العربي بقيادة السعودية، يعني شهدنا تقدم كبير من جانبهم وحتى السيطرة واستعادة السيطرة على مناطق كانت تسيطر عليها وكان يسيطر عليها الحوثيين، ولكن فجأة شهدنا وجود يعني مبادرات للجلوس على طاولة واحدة مع الحوثيين والحكومة من جانب آخر وإيقاف كل ذلك، يعني وكأن هناك محاولات يعني لعدم الوصول إلى تلك النقطة وإنهاء التواجد أو لنقل يعني استعادة السيطرة على تلك المناطق التي سيطر عليها الحوثيين وما إلى ذلك. يعني هل سنشهد تكرار مرة أخرى من جانب الأمم المتحدة كون هي التي يعني قدمت هذا المقترح وقتها بالعودة مرة أخرى وإنهاء يعني الحالة العسكرية والبقاء على نقطة المفاوضات؟ أعتقد أن الاستراتيجية المجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله بأن يطرق أبواب السلام بقوة وأن يقدم كافة التنازلات من أجل السلام في مختلف المحافل الدولية، هذا الأمر جعل الميليشيات الحوثية محاصرة في زاوية، الميليشيات الحوثية وأيضا القوى الدولية التي تتغاضى عن تمرد الميليشيات الحوثية ورفضها لدعوات السلام. هذا الأمر سيعطي المجلس الرئاسي والقوات المسلحة اليمنية مساحة أكبر لأن تقوم بفعل أكبر فيما يتعلق بضرورة تأديب الحوثي وإعادته إلى جادة الصواب أو تحرير الأرض منه بالقوة العسكرية طالما وهو لا يريد أن يستجيب لدعوات السلام ولا يريد أن يتعاطى بإيجابية مع التنازلات التي تقدمها الحكومة اليمنية في سبيل تخفيف معاناة المواطنين وطرق أبواب السلام بجدية. تماما. بالتالي سيد دكتور عادل، يعني إذا في حال عدم التوصل، إن كان هناك محاولة طبعا سنشهد ذلك، لعدم التوصل لتفاهمات بين طرفي الصراع، إذا ما السيناريوهات المتوقعة بحسب متابعتكم للمشهد؟ يعني السيناريو لا يمكن حل هذه المسألة أو هذه الأزمة بالأدنى شك إطلاقا إلا من خلال الحسم العسكري. الحوثي لا يمكن أن يقبل حتى وإن قبل في حل سياسي يريد أن يكون على النموذج الموجود في لبنان على طريقة حزب حسن نصر الله في لبنان وكيف يصادر الإرادة الجماهيرية لصالح الأجندة الإيرانية، لذلك لا يمكن أن تقبل الاتجاهات اليمنية، الاتجاهات العاملة ضمن نطاق الشرعية، الاتجاهات الممثلة للجماهير، الاتجاهات
حتى المسلحة التي الآن طيب يعني شاهدنا قبل فترة بالعودة الحوثي. إلى نقطة يعني ذلك الهجوم الذي حصل قبل مدة، يعني شاهدنا الانكسارات التي مني بها الحوثيون في تلك الفترة، كون كان يعني هناك يعني توجه واشتباكات نوعا ما من جانب التحالف العربي والحكومة اليمنية، ولكن بالعودة مرة أخرى إذا تكرار هذا السيناريو أيضا سيكون له يعني تبعات على الحوثيين، فكيف لا زال مصر على نقطة الجانب العسكري؟ يعني الجانب العسكري هو الحل الوحيد لإنهاء هذه المسألة على الطريقة التي يريدها الشعب اليمني. الشعب اليمني لا يمكن أن يجد داخل المنظومة السياسية ضمن الطبقة السياسية حالة ولاءات وأجندة خارجية تنعكس على حتى أبسط حياته اليومية. هذا ليس حل. الحل الحقيقي القضاء المبرم على الانقلاب، وحتى وإن وجدت عناصر خارج نطاق الإرادة الخارجية وضمنت بالشكل الفعل الموجود على الأرض لابد إلا وأن تخضع لموازن اختباراتية، ولكن الجهد الدولي المنصب في دعم هذا التوجه الانقلابي تحت مسمى أنه يريد حل سياسي هو الذي يترك أثرا هداما على كل الانتصارات أو التقدم. طيب. التقدم هو حاصل والخندق المتصدي لهذا المشروع لديه القدرة الكافية لكي يحسم هذا الأمر عسكريا، ولكن من يحول دون الحسم العسكري هي الجهات الأممية، الجهات الدول النافذة التي لديها أوراق وملفات تلعب فيها من خلال هذا التوجه. تماما. سيد مانا، إذن أيضا من جانبكم السيناريوهات التي تتوقعونها اليوم بين الطرفين؟ نعم، أنا أعتقد أن الميليشيات الحوثية ستستمر في المبالغة في تقدير قوتها العسكرية، وتعتقد أنها بإمكانها أن تخوض مغامرة عسكرية قد تحقق لها مكاسب. المبالغة في تقدير القوة هي نتيجة لأننا لم نقاتل الحوثي في فترات ماضية ونحن موحدين. كان كل المعارك التي تتم مع الميليشيات الحوثي تظل تقوم في ظل انقسام داخلي في الجبهة الداخلية التي تناوئ التواجد الإيراني في اليمن. أعتقد أن هذا الأمر سيدفع الحوثي إلى خوض مغامرة جديدة، لكنه سينصدم بأن هناك وحدة حقيقية داخل مكونات اليمنية في مواجهة الحوثي وفقا لمشروع واضح طرحه المجلس مجلس القيادة الرئاسي في أولى خطاباته التي ألقاها للشعب وحدد فيها المعالم الرئيسية لخطته المستقبلية في مواجهة الميليشيات. أشكركما جزيل الشكر على كل هذه التحليلات التي يعني قدمتماها في حلقات اليوم. ضيوفي من الرياض السيد مانع المطري محلل سياسي، وأيضا أشكر ضيفي من عمان الدكتور عادل أشرم بن عمار محلل سياسي على كل ما تفضلتم به. في الختام أشكركم مشاهدينا، إلى اللقاء.